طيب، أول حاجة حابب أسأل حضرتك عليها هي في موضوع الحول. أوقات كتير جدا بيجي أهل مع طفلهم بيبقوا بيشتكوا إن الحول بيلاحظوه، أو حد من قرايبهم بيلاحظ إن الطفل بيظهر عليه حول من وقت للتاني. بعد الفحص بنكتشف إن ده مش حول حقيقي وإن ده حول كاذب. ممكن توضح لنا يعني إيه حول كاذب؟ هو الحول كاذب بصراحة، مسمى يعني زي ما نقول كاذب برضه، يعني لأن هو مش حول خالص يعني. فأنا أول ما بقول كلمة حول كاذب فبيبتدي الأهل يقول لي طب هيخف إمتى؟ ما أنت قلت له حول يعني. هي الفكرة كلها إن الجماعة بتوع شرق آسيا بالذات يعني اللي هم الأندلسيين أو الفلبينيين بتبقى البون العظمة بتاعت المناخير دي نازلة لتحت شوية، فبيبقى الجلد كتير، فبتبقى جزء البياض ده مختفي. لما البياض اللي جوه ده بيختفي بالجلد فتبان العين داخله لجوه. الناس متعوده على كميه بياض معينه هنا وكميه بياض معينه، لو البياض ده انا دريته بصباعي حتى كده يبان عينيا داخله لجوه. فهو بيبقى جلد على الجناب موجود وكاسي ومخبي البياض بتاع العين، فبيدي شكل ان العين محوله او داخله لجوه. فهو الحول الكاذب هو عباره عن ان انا ابص للمريض انا شخصيا حتى كدكتور اقول اه ده العيان ده عنده حول، ده عينيه داخله لجوه، ده في مشكله محتاج عمليه محتاج نضاره. بس احنا بالكشف بتاعنا كدكاتره عيون لازم نحدد هل هو فعلا ده حول وعينيه داخله لجوه، ولا مجرد شكلا انا متهيألي ان عنده حول، انا حاسس ان عنده حول بس هو ما عندوش حول. فاحنا بنبتدي نكشف عليه، بنفرق بين دهون وبين دهون بعده طرق بسيطه في العياده، لكن في الاخر هو عباره عن شكل من الاشكال، مظهر من المظاهر الطفل او الشخص اللي تبين ان هو محول بس هو مش محول خالص يعني.